مشاهدي الاعزاء، مساء الخير وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وتهنئه لكل المسلمين في كل مكان من العالم، ومن خص هن السودانيين داخل وخارج السودان. برحب بكم في لمة العيد، ودائما نحن لما نقول لمة كلمه سودانيه بتعني تجمع الناس، اتجمعت وقعدت مع بعض، ودائما في الاعياد عندنا لمة. لو تابعنا في المجتمعات بنجد انه في بعض الاسر بتتميز في مجال معين او محدد، ان كان في الاقتصاد، ان كان في الطب، ان كان في الموسيقى، ان كان في الغناء، في كرة القدم، في مجمل الاشياء، يعني بنلقى اسرة ممتدة فيها هذه الموهبة. وفي هذا المساء وهذه اللمة العيدية الجميلة بإذن الله، انا سعيد جدا اكون وسط اسرة كريمة، اسرة عمنا عبد الله امين. ولما اقول يعني استاذ عمنا عبد الله امين، اقول مجموعه من لاعبي كره القدم لعبوا مش في الدرجات الدنيا ولكن في الدرجات العليا، لعبوا في الهلال، في المريخ، في المورده، في الامل عضبره، في العصم الكاملين، في هلال ابيض، اهلي مدني، مجموعه من الانديه اللي قدموا فيها عطاء كبير وجميل. انا برحب بهم، وبرحب ايضا بالفنانه اكرام فضول برضه معانا، موجوده معانا داخل الاستوديو. وبرحب على يميني طوالي اللاعب الشاب الفنان عاطف عبد الله. عاطف، كل سنه وانت طيب. وانت طيب كمان، ان شاء الله تتعالى عليك من يمين الخير والبركات. امين. وعلى يمين خالص الاخ الاكبر صبري. صبري، كل سنه وانت طيب. وانت طيب، ربنا يحقق الاماني، وزي ما بيقولوا نهني الأمة الإسلامية جمعاء بعيد الأضحى المبارك، يتعاد عليهم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله بإذن الله. آمين إن شاء الله. وآخر واحد، يعني أنت ما آخر، يعني ختامه مسك، سامي. سامي عبد الله، كل سنة أنت طيب. وأنت طيب، أقول لكم كل سنة أنتم طيبين، وربنا يحقق الأماني، بخص بالتهنئة كل الشعب السوداني وأصدقائي وكل الأهل إن شاء الله. كرام، كل سنة أنت طيبة. انت زعلانه لكن خلاص طالما جاي الدخول وانت بالف خير ان شاء الله، ربنا يحقق كل الاماني وكل الشعب السوداني بالف خير ان شاء الله يا رب. اهلا ومرحبا بكم، وبحيي كل المشاهدين، وبحيي ايضا الفرقه الموسيقيه اللي صاحبنا في هذه اللمه، وما بتكتم البيئه الا تكون هي موجوده معنا. اكرام، نحن حنبدا طوالي لانه الدنيا عيد، حنسمع شنو؟ نسمع حقيبه. حقيبه. انا ما بقطف زهورك. أنا ما بخطف زهورك. بعاين. بعاين. بس بعيون. نحن معانا أسهار كثيرة وتفضل نسمع. Thank you.
معانا زهور داخل الاستوديو. انا بمشي لصبري. صبري انت يعني اكبر واحد في الناس الموجودين الان، اخوانك يعني انا معاكم عشان ما تخاف. يا ريت تكلمنا في البدايه عن الاسره، يعني ما شاء الله عندكم مجموعه من لاعبي كره القدم وكلهم لعبوا درجات، يعني الحاجه دي جات من وين؟ من الوالد ربنا يديه العافيه، ولا قبله، ولا من وين جاتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه يعني الاسر الرياضيه من الاب. الاب يعني هو كان رياضي لكن ما لعب في الدرجات، في الدرجات، لكن عندي عندنا عمنا هو اللي هو اصغر من ابوي، لعب في نادي التاج، تاج ام درمان. هاي لعب في نادي التاج. منطقتكم ذاتها؟ ايوه منطقتنا. يعني احنا بنقول نادي التاج ده النادي بتاع الاسره. نعم. بعد ذاك اللي تسلسل منه اللي هو عندي اخوي الكبير اللي هو جمال. جمال. لعب في نادي التاج. وما واصل لظروف ما ظروف العمليه. بعد ذاك يعني اخوي عز الدين برضه لعب بدايه في نادي التاج. ثم نادي الرابطه درمان ونادي الحلفايه، وبعد ذاك اخترب في دوله الامارات. اعتزل. اي. حتى بعد ذاك زي ما بقول شنو جيت انا. هاي بداية بنادي العباسية، يعني اختلفت من عباسية ودرمان. هاي اشبال العباسية والتيم الاول، وبعد ذاك نادي الخرطوم الوطني. الامل عطبرة. ثم توالت الاندية يعني ما عادي. اخر نادي لعبت فيه وين؟ النهضة ربك. النهضة ربك. واعتزلتها. اعتزلتها هاي. الان انت مدرب عام للشرطة؟ المدرب العام لنادي الشرطه القضارف. وقاعد في القضارف ولا؟ هي قاعد في القضارف. كويس، حرجع لك ثاني. عاطف، الانديه اللي لعبت لها يعني انت بديت متين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه انا بختلف عن اخواني ده كلهم. كيف؟ اول حاجه انا مثلا بديت مدافع. بتلعب مدافع؟ بديت مدافع فعلا بالضبط كده. ده في الحله يعني ولا؟ في الحله وفي تيم الناشئين ذات يعني. تيم الناشئين. كنا نلعب مدافعين. فاضطرت الامور، جاء منتخب ناشئين وما منتخب ناشئين وما ادراك ما ناشئين. فجاه سبحان الله اختاروا حرفهم. من غير من غير اي شيء. كان مدربكم مين الوقت ده تتذكر؟ في المنتخب. المنتخب كان في خبير احمد بابكر هنا وابو المسعود. وصلنا تلعب حارس مرمى. والله هنا في الاختبارات. المهم وربنا وفقنا ومشيت معي. وما لعبت درجة نهائي. نهائي من الناشئين. شيء غريب جدا، اختلفت من ده الاختلاف بتاع الاخوان بتاعي. ايوه صح. هناك مشيت الى البرسلان وقضيت معانا 6 سنوات. من هنا بقول لهم انتم كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله وينعاد عليكم بخير اليوم والبركات. ومنها جيت الخرطوم الوطني. الخرطوم الوطني. عملت موسمين معهم. وانت انطلقت لمدينه كوستي، مريخ كوستي، وحاليا في نادي الامل العبره ان شاء الله. الامل العبره. نعم. صبري انت برضه لعبت في الامل؟ لعبت في الامل العبره. يعني الاثنين لعبت في الامل. قاسم مشترك. نشوف سامي. سامي كل سنه وانت طيب، وانا بعرف انك انت لعبت بديت في المريخ وانت صغير. اي. قبل الهلال. انا اول شيء بديت في فريق التلال الناشئين. تلال. تيم الحلة. في ام درمان. في ام درمان. منا انتقلت لنادي التاي برضه نادي التاي ام درمان. نادي الاسرة. ده تيمكم. هذا تيم الحلة. ايوه بيطلع دايما. لازم في التاي. تيم التاي ايوه. تبدو ضربة الحلة زي ما بقول. نعم. من التاي مشيت نادي المريخ. مع المراحل السنية. لعبت موسم معهم. من مشيت فريق اهلي مدني. من قبل الهلال. قبل الهلال مشيت قضيت موسمين. من جيت الهلال. جيت الهلال. نعم. والان قضيت 4 مواسم. 4 مواسم على الهلال. ايوه. ومشيت على الامل عبر برضه. الامل اتقابلته في الامل ولا ما تقابلته؟ نهائي.
ما تقابلنا بالأمل، لكن تقابلت مع عاطف في بر اخواتي. لعبتوا مع بعض؟ ايوه، لعبت مع اخوي صالح في الهلال، قابلت مع صالح اخوي. ده موضوع مهم ده حنرجع له نمشي. اكيد انت عندك علاقه بكره القدم او الرياضه، انا شايفك لابسه ظهري فوش لابسه شعر المريخ قريب من المريخ. انا كنت مريخابيه متعصبه جدا. يعني اغلبيه ناس البيت، غالبيه ناس البيت هي الالاب، انا الوحيده المريخابيه ومعي اخوي الصغير. فلما يتغلبوا بيقوموا بيهينونا اهانه بالغه خلاص. مليت من القصه دي، قلت لهم اقول لكم كوره ثانيه ما دايره خلاص، خليتيها لا هلالابيه لا مريخابيه. حاولوا مره يغروني قالوا لي خلاص بندق عليك حلق ذهب، البيت كله اشترى، قومي اقلبي هلالابيه. قلت لهم خلاص بالتدرج، دقوا لي الحلق بقلب هلاريخيه، بعد ذاك دقوا لي واحد ثاني ببقى هلالابيه. ما قصروا معاه، قشطه طمع يا صبري. انت يعني كلمنا شويه عن العلاقه بيناتكم الاسريه قبل ما نمشي للكوره. انتوا اولاد عم عبد الله ما شاء الله مجموعه، علاقتكم كيف يعني في البيت وزياراتكم؟ في ناس عندهم مشتركين في حاجه غير الكوره، او بتطلع عندك واحد من اخوانك بتطلع معاه؟ والله كنا حظات اللي تلمى صعبه يعني، بقول في نص الموسم فترة الراحة ونهاية الموسم دي الفترة اللي نحن بنكون يعني نتلمى نحن بنكون موجودين. اي لانه اثناء الموسم كل زول في مكانه، اي كل زول في ناديه. بنتقابل مثلا في المباريات او بيكون بيناتنا التلفونات، يعني ما في يعني التواصل بيناتنا دائما بيكون بالتلفونات وبال يعني نادي دائما نكون قاعدين مع بعض كده يعني الفترة بتاعت الراحة دي الفترة الوحيدة اللي نحن بنتلمى فيها، بنقعد فيها بنقول شو نتفاكر نصايح. بتتكلم في الانتقالات؟ في الانتقالات؟ الانتقالات يعني ده يسجل هنا ده ما يسجل هنا. والله يا اخي والكاش لازم طبعا لازم طبعا، لكن يعني لما نيجي واحد يكون مثلا عنده عرض من نادي ولا حاجه يوريكم؟ لازم يوري عشان شنو الناس تدي انت الخبره. طبعا بقول شنو انا كبير يعني لازم ارجع لك. تعاركت في الميادين وتعاركت مع الاداريين وعارف عارف الحاصل، بقوم بدي كيف ترجع النصح بتاعي يعني. نعم يا عاطف برضه اسال في لما تكون قبل ما تمشوا درجات وكذا يعني في الحله علاقتكم عندكم ممارسات هوايات غير كره القدم مثلا؟ وبتمشي الاستادات السينما زمان يعني؟ والله يا اخي نحن من قمنا طبعا ولدنا في حي البوسطه مدرمان، حي البوسطه طبعا حي عريق ما شاء الله كيف ما في كلام ما في كلام. فشنو يعني حي بطبيعه المنطقه نحن قريبين كده وسوقيين كده عرفت؟ الاثنين السوق جنبكم، السوق جنبنا والملاعبين جنبنا والاستادين جنبكم والنادي جنبكم. نعم والوالد كان بيملك متجر مرات كده يعني شنو الحجاج خيلان وعمام ناس الحي كده بيقعدوا معه بالليل. عاملين يعني شنو خلقت فينا شنو روح التعاطي بتاع اولاد الحله. جميل. بنكون قاعدين مع بعض مع بعض ساعات في الليل كده هناك. العشاء معروف العشاء وين كده هناك مكان نسبتنا. معاكم اولاد الحله ولا اخوانك؟ والله طبعا احنا تقريبا اعمارنا متقارب مش متقارب مع بعض يعني احس انا وسامي ومرتضى متقاربين شديد مع بعض وصبري وخالد. مرتضى في الابيض. مرتضى في الابيض. الابيض. يعني فشنو؟ فالاستاد بنكون ماشيين الاستاد حتى اولاد الحله كلهم يعني في منطقه معينه كده بيخشوا فيها. يعني زمان كنا بنتلب كلنا ما شفنا كده. صبري بتلب؟ والله ده كان قصير غايب ما اعرف الحين كلنا بنتلب. عندنا منطقه كده معروفه بنقعد فيها يعني. بتدخلوا بيها؟ ان شاء الله. لكن بتشاهدوا مباراه هلال المريخ وكده ولا؟ والله بنشاهدها عادي يا لكن طبعا ابونا متعصب هلالي متعصب شديد. هلالي متعصب اكيد كلكم هلالي زهلان. ابونا بيضرب نار لما يضرب كلك عديل للدرجه دي؟ والله بيضرب نار. انت لما كنت تلعب في ناشئين المريخ ما قال لك حاجه بديك حريتك ولا حاول؟ لا بدي طبعا بيكون هو زعلان طبعا هو زعلان لكن بقول لها حاجه الموضوع ده فيه قروش فيه شيكات ما شيكات لكن كاش يا صبري ما هو زول خبره اداريه كبير اللهم بيخلينا يعني اي زول يعني اي مده يزول حريته اختياره راحته في اختياره ويعني احنا انتقالاتنا كلها بنرجع لاخواننا الكبار لازم صبري ياخذ حاجه دبر
ياخذ شيء ولا طبعا ما نقولش البيت كله. انت اصغر من عاطف ولا عاطف اصغر؟ انا انت اصغر واحد؟ نعم. انا تخيلت سامي اصغر منك. دار ازال من حاجه، انتوا المدن اللي عدتوا فيها يا صبري، المدينه اللي هي انت حسيت ارتحت فيها، مش النادي، المدينه، يعني انت ما شاء الله اتجولت من القضارف لعطبره، مجموعه من المدن. والله يا اخي بكل امانه كده اللبيط. اللبيط شايف النادي كله اللبيط. اي اللبيط يعني ارتحت فيها راحه. انت لعبت وين في اللبيط؟ لعبت في المورد اللبيط. مورد اللبيط هاي تاهيلي. انت اصلا بتحب المورد عموما؟ بحب المورد شديد. يعني بشجع، يعني حاجه غريبه، يعني الناس ما بتصدق انه مثلا احنا، لكن احنا معظم ناس من درمان القديمه بيشجعوا المورد، جزء كبير جدا مشجع نادي المورد ام درمان. انت بتلعب باسيه حي الضباط؟ بشجع المورد ام درمان. يعني من هنا ان شاء الله بتمنى لهم انه المورد تعد لمستوى الطبيعي وتعيد للدرجة الممتازة. تقدر تلعب معهم ثاني ولا خلاص؟ لا أنا ما خلاص صفر خلاص ثاني، يعني اللي كان يجيبوني مدرب. اللي مدرب. يا سامي، قبل قلت أنت لعبت مع عاطف. لعبت مع موسم في مريخ كوسي، سجلنا مع بعض. سجلتوا مع بعض؟ أنت كنت وين قبل ما تجي؟ أنا قبل مريخ كوسي كنت في الهلال. في الهلال؟ يعني أنت من الهلال مشيت مريخ كوسي، وعاطف أنت كنت وين؟ كنت في الخرطوم، مش مرحبا الخرطوم الوطني. طيب أنا دار أسأل، كيف العلاقة بينكم كانت كيف؟ والله يا أخي يلا نحن قصة الأخوة دي في البيت براها. نحن لما نمشي النادي نحن أصحاب، ما زيكم زي لاعبين، أصدقاء بس أصحاب للآخر. يعني بنكون عاطف في، ما بنقعد مع غرفة، في غرفة واحدة مع بعض. ما بتقعد مع غرفة واحدة؟ لا نهائي. تليفونات في الأخير. والله يا أخي يلا الأخوة بتصهر وين؟ يعني في مباراة عاطف أخطأ في حاجة، أنا أخطأت في المباراة، أنا بجيب أخوي بجود بقول له يا أخي ده بعد الكورة ولا أثناء هنا؟ ممكن في أثناء المباراة لو حصل حاجة يمكن تنبهه. أيوه ممكن ننبه يا أخوي الحاصل اخطاطك كده، وصلح الحاجه دي، حط الحاجه دي صلحها في التمارين. انت ضعيف في الحته الفلانيه، انت ضعيف، يعني شنو احنا مع بعض الحاجه دي فايدانا شديد، يعني ما في زول بيزعل من الثاني في الحته دي؟ لا لا تزعل عاطف؟ انا مرات قاعد اجلس في جلطه شديده خلاص جو الميدان. الناس عاطف بيتكلم معك كثير في الميدان، يعني اذا تكلم معك عادي ما في. والله يا اخي قاعد اتكلم معاه كثير يا اخي. وانت المفروض انت تتكلم معاه. انا المفروض اتكلم معاه. انت شايف كاشف الميدان؟ والله في حين اني اتكلم معاه اكثر واحد. لعبتوا مباريات مع بعض؟ لعبت مع سامي كثير. لعبت مع سامي. لعبت مع سامي ولعبت مع مرتضى في البرسودان. مرتضى لعب في البرسودان، لعبت معه. سبحان الله، انا وسامي سجلنا في مرفوسي سوا، انا ومرتضى سجلنا في البرسودان. سبحان الله، حاجه عجيبه والله. في البرسودان لعب معك مرتضى. لعب مع مرتضى. برضه نفس الطريقه اللي بتتعامل بها مع سامي. والله اخر مرتضى شويه كده. احسن شويه؟ مرتضى هادي، احسن صاحبي ده بتاع جو. صعب. صعب شويه. وخاصه انت خانتك صعبه. اي صعب. بترجعوا لصبري؟ والله يا اخي بنرجع على هما كثير كذا، مرات واحد بيخجل ترجع تكون غلطان. هو بيتابعكم؟ اكيد متابعين. بتتابعون يا صبري؟ شديد. وبتجي بتديهم؟ لا لازم، لا لازم، يعني انا اقوم انصحهم بدون الصح من الغلط، وهنا يعني زي ما بقول زي الاب الروحي بتاعهم. وبيسمعوا كيف لازم يسمعوا؟ ها؟ نحن مع قبضة صبري دايرين نمشي لكرام. قبل ما تمشي لكرام عندي سؤال، اتلاقوا في مباريات مع بعض وهو لاعب وهو انت حارس، سدد فيك هدف؟ المشكله هو مدافع ولعبوا فريق واحد مش كذا؟ لعبوا ببعض كثير. يعني لما تقابلوا برضه زي لما يكون لاعب معك ولا شويه كذا؟ ما حصل يوم كذا حنيد على زي ما بقول ولا؟ والله العظيم والله شرسين خلاص عليك الله يجيب الميدان. واحد اللي يجيبه ده يجيبه الرجال. ما بتتكلم مع بالراحه كذا؟ لا ما بقدر. نسمع اكرام ونجي راجعين عشان نشوف المباريات اللي لعبوها ومع بعض وضد بعض. وانا سعيد حقيقه والله مع الاخوه الاعزاء اولاد عمنا عبد الله. نسمع شنو؟ حنسمع سفر الفرح. كلمات استاذ اسماعيل الاعيسر، وانا بقول له كل سنه وانت بالف خير وحمدا سعيدا على عودته،
من رحلة استشفائية من دولة مصر الشقيقة. الحمد لله على السلامة. وألحان العزيز الغالي الطاهر أحمد الطاهر ليه والتحية، ونقول ليه كل سنة وأنتم طيبين وكل أفراد الفرقة الموسيقية الرائعة. نسمع سفر الفرح.
دبر المرح لك كفر وتر. هناخد فاصل قصير مشاهدي الاعزاء ثم نعود لنتواصل. عيد سعيد، عيد سعيد. سلام العين السهرة ما بتنام، اجعل العيد فرحة لينا، صحتنا تاج زينة، صحتنا تاج زينة. في العيد ما حنسلم بالايد، حنخلي مسافة بعيد بيناتنا وحوالينا، بيناتنا وحوالينا. حنكون للجيش الابيض عون، الأبيض ما بس لون، هو جوة بتحمينا، هو جوة بتحمينا. سلمين إن شاء الله يا ناس سلمين، وفي العيد نكون تامين، الله يغطي علينا، الله يغطي علينا. وفي الجاي إن شاء الله دوام لامين، آمين يا رب آمين. أهدينا وأرضينا، أهدينا وأرضينا. بنكم درمان الوطني بهنيكم بالعيد، وبقول لكم خليكم في البيت، وبقدم لكم خدمات التقنية المصرفية للسحب والتحويل وشراء الخدمات عبر تطبيق أوكاش. وكل عام وانتم بخير. عيد سعيد، عيد سعيد. مرة ثانية برحب بكم، برحب بالأسرة الكريمة والفنانة الشابة كرام وكل اللي بيشاهدونا، ومرة ثانية بنهنيهم بعيد الأضحى المبارك. سامي، فترة الهلال واحدة من الفترات اللي افتكر انها فترة زاهية، فترة جميلة، خاصة ان الهلال نادي كبير وعريق. كلمنا شوي عن تسجيلك بالهلال، فترة الهلال كانت كيف؟ والله طبعا اللعب في الهلال يفرق كثير من الأندية الثانية، يعني نادي جماهيري، نادي ما بدوره غلو نهائي، طوالي في حلقة اللعب صعب جدا. لما جوك سجلت كان في رهبة؟ كان في فريق ثاني منافس عايزك مثلا غير الهلال؟ والله يا خاني جوني الهلال، وكان طوالي مسكت الامر ده لناس البيت انه نتفاوض. ايوه مطوال الدول كلمة الهلال، يعني طوال قال الهلال جو ابو هلال طبعا كان مبسوط شديد. وانا كنت يعني صغير، يعني كنت صغير اي ما قاعد اخش في التفاصيل دي. يلا هم اللي فاصلوا، هم اللي خشوا التفاصيل. اسمع يكونوا غشوك من صبري ذيل، صبري عاطف. عندنا اخونا الكبير جمال ده من جمال محنك طبعا ما شاء الله عليه. يلا في التفاوضات انا كنا مكتبش بسوق جمال معي اخوة كبيرة اقوى واحد البيت اقول بيقعد اتفاهم معهم من النواحي المالية، يعني بس ممكن يقول لي اخت دائرة تتين، يعني شوف دائرات تتين انا بختار تتين بعد التفاوض المالية بيكون معه هنا، ما بخش معهم في جدالات نقاشات في دائرة المالية. اللهم وقعت في الهلال. الوقت ده كان في منه الهلال؟ كان في عمار ميريك، عمار ميريك في هيثم مصطفى، كابتن هيثم مصطفى وكابتن علاء الدين يوسف. علاء الدين كان جاك من المريخ؟ اي من المريخ. انا كان
كاريكا في سيف وفي كاريكا سيف مساوي اي مجموعه 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 كبيره ووقعت بعد ما دخلت غرفه التسجيلات انا كده كنت موجود مع المنتخب الاولمبي يعني ما في طريقه اني اخش غرفه التسجيلات يعني الوقت داخل المنتخب هنا في السودان يعني في معسكر اي كنا في معسكر كنا ماشيين نشارك في بطوله السيكاف على ما اظن انا ما افتكر طلعت من المعسكر عملت اغرار عشان ثاني ايوه عملت اغرار ورجعت المعسكر طوالي مشوا معك زول ناس البيت ولا براك؟ لا الاغرار عملته براي انا لكن القروش مسكوها طبعا صبري تسجيله كيف كان في الهلال؟ انت كنت وين الوقت ده؟ والله تسجيله انا كنت متابع التفاصيل وكنت وين اصلا في جرمان ولا برا؟ لا قاعد في قاعد في كنت بتلعب وين الوقت ده؟ الوقت ده انا بلعب في الامل عطره الامل عطره اي لكن كان كنا على اتصال جمال ولا سامي بيتصل؟ والله يا اخي انا بتصل على جمال بتصل على سامي سامي بتصل علي يعني كنا على اتصال يعني مع بعض يعني انا كنت بعيد لكن زي ما بقول شنو التليفون يعني كنت قريب معاه يعني اي مباراه وبعدين في النهايه يعني رغبتي هو اللي حددت انه يشتغل هنا رغبه مهمه جدا في النهايه الرغبه هي اللي بتحدد احنا ما بنقصد زول على هناك على نادي بالعكس احنا بندي المشوره بنديه الخيارات بنديه واحد ذاك بترشيد بس يعني هاي الخيار الاخير حقه بيبقى له هو بيبقى للشخص حتى كل الاخوان كده يعني ما في زول بيحدد وانت ما في زول بيشاور انت ما بتشاور زول والله يا اخي انا مش لا يعني هنا لانه الحكايه لانه يا استاذ مره لانه ما بيشغل بكلامكم لانه شنو يعني حتى اخواني الكبار دي انا كنت ما بشاورهم لانه ابتعدوا شويه كذا كان المجال الرياضي وسط الرياضي يعني بقيت انت عارف الحاصل يعني انت حتى لما بدات تسعي زول يكون زول يكون قريب من الكلام صح من عشان يديك حاجه بيكون عارف ويكون ملم اداريين وحركات الاداريين والحاجات الحاصله في الوسط الرياضي ما يزول بيعرفها ايوه ما يزول الا يكون قريب زول يكون عاصر الناس زي زول يكون قريب حتى بعدك يقدر يديك اللي هناك نعم وانت لما هو وقع انت كنت في عبره كنت في عبره يعني باركت ليه وكده عاطف انت كنت وين الوقت ده؟ انا كنت في بورسلان في الهلال يعني كان عندك سنه كم؟ 2009 وانا كان معي مرتضى حتى مرتضى كان بيلعب معاك في سجلنا سوا في يوم بعد اسبوع وفاك كابتني طبعا اسبوع في نفس الموسم في نفس الموسم كان كان نص الموسم ولا التسجيلات التسجيلات الرئيسيه 12 شهر 12 في نفس الموسم احنا الثلاث هو انا مشيت احلمدي مرتضى لين من مرتضى من المدى فات فات الى برسلان ده من الناشئين فات الى برسلان فات الى برسلان وصبري قاعد في امله صبري الوقت ده كان في الامل وثاني في منو كان صالح كان في المورد على ما صالح كان في كان في المورد هاي صالح في المورد صالح في المورد في المورد صالح الان وين؟ موجود يعني والله صالح حاليا في العصمه الكاملين لاعب تاهيلي لكن طبعا في الفتره الاخيره انشغل عن الكوره بالدراسه كويس والحمد لله انه عمل ماجستير ما شاء الله احنا مبارك له والله وبقى يعني شويه كده زحم من الكوره ما شغل بها كثير بقى ما شغل بها كثير خلاص اختار الدراسه وعنده غايته خطط وعنده حاجه ماشي على عشان كده ابتعد من الكوره جيب شاورك فيه ولا الا الكوره والله هو كمان شنو شويه كده شنو هاي كان عامل لكم مشكله شويه كده يعني ما كيف كان لما يكون في المباراه حصل لعبته ضد صبري والله لعبته ضد طبعا صالح ده احمق شديد وما بدور يعني شنو ما بدور اللعب الحار هو الوحيد من الاسره بيكون شنو هو المهاجم يعني حتى لو صح لو عينت في كلكم مدافعين الاسره يعني مدافعين حراس مرمى لاعب وسط مدافع كده يعني ما عندكم صالح الوحيد في البيت الزول المهاري المهاجم انتوا ناس ضد ناس ضد ساي يعني لعبت ضده لعبت ضده كم مباراه يعني حتى من الحاجات الطريفه يعني انه لاعبين الخرطوم الوطني ضد المورده
وانت كنت في المورد انا كنت في الخرطوم الوطني انت كنت في الخرطوم وصالح المورد وفي المورد كان لاعب هو مهاجم هو لاعب في الوسط لاعب وسط مهاجم وانا لاعب طبعا بلعب وسط ارتكاز ارتكاز بتلاقي يعني في واحده من الـ من الـ الكره المشتركه يعني نقول في الكره دي طبعا احنا ما عندنا الاخوه الاخوه دي براء يعني لو قلت شنو عصبته شويه كده ما خليته اي لما هو يتلفت عاين كده لقاك داري يتنهر لما لقاني انا طوالي قام احترم نفسه قام فاتي يعني سكت ساي بقول لك ربنا يدي العافيه في حاله زي دي ما ما ما, ما شويه كده قلبك بيرجع عليه او هو يعني لما تقابل في حاجه زي دي تخش تدخل معاه عنيف ولا ما شغالين الموضوع والله في الكره دي يعني انا واحد من الناس انزل بعد زول واحد بعد الفانيلا يعني بس بيلعب ده الفانيلا ده الفانيلا ترجع البيت يعني انت تقول ده اخوك ولا بتقول ده هنا لو لقيته بتشيله هو كل تشيله ومعليش هجوم بعدك لو هنا تعب يكون حصل غير ده لقيت واحد من اخوانك في مباراه والله لقيت عاطف ده ولقيت مطلع وان في هلال والسودان وانا في الامل اهلي مدني كنت في اهلي مدني ضد الامل ضد الامل عبدره اي لكن ولد ما قعد بقابلهم طوالي لانه ده بيكون في الخطوط الخلفيه انت وانا برضه جاي في مصير ذات ما بيمشي احنا قعدنا قبل صالح صعب اللي احنا قعدنا نخش معاه في الغريب هو مهاجم يعني مو مهاجم مدافع لعبت ضده برضه لعبت ضده كنت وين في اهلي مدني صالح طبعا بيشاغل طوال يعني انت كان ضربته هو هسه يصلح يعني لما فاتت الدنيا الكبيره دي يصلح زمان انا في دوافير في الحله يعني ركبت كده في كوره وقعت في الواطه ما كان انت قاعد بدي بشك الدنيا وبينتهي منك الدافوري فاتت الدنيا كده فوق يصلح لما مش فوق انت يتصلح اي يصلح بيجي بيطنطن كده ممكن يطنطن معاك ما بقول لي اخوي اصغر مني وكلام هنا لا عادي مش حكي طوال لكن احنا لما يلقانا كده شويه شنو بيخف شويه هاي بيقبل ويكون البرنامج ده ما عاجبه كله ترجع البيت بتتكلم معاكم ولا لا الموضوع ده كده خلاص بيكسر الباب عليه قال لك الله بيكسر الباب عليه طوال ما بيزعل كتير نعم عاطف انت في لعبت بورسودان شنو الفريق بورسودان هو الخرطوم والله فريق كبير يعني من ناحيه شنو؟ والله اول حاجه سكان المدينه ناس بيطبعون يعني ناس عاديين جدا ناس بسيطين فين الكرم وشنو بيعرفوا بعض يعني معظمهم بيعرفوا بعض وبيخشوا في بعض كده يعني فتحت في بورسودان لا يتنص جد كده لا والله بجد لكن انه صفات جميلة. صفات كده غريبه يعني سبحان الله يعني ما لقيت اللي فني انا معي الدور الممتاز بخليك تتنقل لولايات كثيره لكن الحاجات اللي كده في بورسودان ما لقيتها والله يعني. حتى يعني سبحان الله ربنا مخاصم بجو غريب زاد يعني جونا بيختلف من جونا نعم بيختلف كثير طيب احنا حنرجع ونتواصل دايرين نسمع حنسمع شنو يا اكرام حنسمع شوفوا الزمن وداني وين كلمات والحان دكتور امير النور ليه والتحيه وبنقول له كل سنه وانت بالف خير هي اغنيه حقتي برضه ماشي امانيك ان شاء الله يا رب هي حقتي نعم
عجبتك شديد يا صبري؟ عجبتك كيف بتحب اللغه الاغاني هذه؟ الاغاني الحزينه بالضبط كده الريتم الايقاع الايقاع سامي اكيد مرت بك بعض الطرائف وبعض في ما شاء الله في جوارف الكثيره كثير والله من الطرائف بس كل من الطرائف كنا لاعبين مباراه افريقيه في مجموعات ضد فريق الافريقي التونسي الافريقي التونسي مع الهلال الهلال عندهم كم مهاجم اسمه زيكال حاجه ما شاء الله حاجه ضخمه شديد خلاص اسمه زيكال زيكال التشادي التشادي حاجة ضخمة شديدة جسمه ما شاء الله كان جابوا المريخ هنا وقالوا طلع كبدي وباي وايه تذكر بتذكر انا يلا قبل المباراة طبعا عندنا محاضراتنا قبل اسبوع كده بيجي مباشرة عن الفريق المنافس اللي معه كنا حاطين زي كان ما بعرف جابوا لنا الشريط قاعدين الليل كلهم يعني بنحضر في الشريط اشوف ليه قال المهاجم حاجة ضخمة وجارية وبيزيد ما شاء الله ويجي في الجون وجاري كل شيء قال سامي انت بس حتكون مع المهاجم مع زيكال زيكال انت حتكون داعم مع زول ده ما انتم يا جماعه المصيبه الكبيره صعبه عليك يا اخي انا بس بقيت اسبوع كامل بفكر في شنو زيكال يعني بنوم بدري شديد زيكال بصحى بدري بكون شغال بوش مباراه زول ده ما قلت له تعمل لك شو الغلط يعني عشت يعني اسبوع كده جو صعب هاي جينا يوم المباراه اللهم المباراه بدت الزول ده مراقبين مروق كده في اللاين هم انا جيت التحم معاه وزاد وقعني هناك يا الله ما بدينا كده ما عارف شو مع الزول واقف جنبه الزول طبعا مستحيل بي حاجه كده ما عارف ايش جسمه هاي ريحته حفنه شديد انا ما قادر اقف جنبه يمكن عشان تبعد ما عارف يا بيش انا بقوم بزحنا زي كده يا بيش سامي بقول بيش هاي بيش قال لاعب يا سامي مالك فيشنا قلت له زول ريحته حفنه انا ما قادر اقف جنبه ما خايف من جسمه ريحته حفنه هذول هذول مباراه تعال تعال شم قلت له بالشيه بالشيه جاو وقف جنبه شم الريحه وقام جاي قال لي طريقتك معه يعني قلت له يمكن الحاجه دي بين جسمه وبين ريحته هاي الحاجتين حاجه بتمسح بها بتمسح بها بتمسح بها احتمال بيعملها مخصوص عشان بيعملها مخصوص عشان ما تجيب جنبه احتمال يا صبري احتمالك انت تفيق منه طبعا كل ال الناس دي بتستخدم كل الاساليب الخبيثه يعني زي ما بقول فيها عشان لازم يكون مباراه تضرب الخصم بتاعها شوفوا طبيعتهم كيف يلا من المباراه كلها بقيت شنو؟ بسمع بقيت جنبه شويه بتضايق برجع كده شويه بشي ما هو وثاني بشي راجع بقى اخطر من جسمه اي والله انتهت كم الكوره؟ انتهت 1-0 هنا في الخرطوم
وفي تونس ما انتهت واحد 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 نتحنى تأهلت انتوا صح اتذكر نحن يعني حقيقة يعني سعيدين بالقعدة دي ودايما نرجع لدائما صبري يعني مرتضى والآن في موجود في الخرطوم والله هو يعني كم وصل كم وصل بعيد معاكم ولا في اليومين دي بدون إجازة من ال لا بعيد معنا طبعا اليومين دي كويس إنه يعني معظم الفرق دي موجي. ما في شغاله في شغاله في الخرطوم لانه الدوري هسه حيبدا خامس يوم في العيد يعني احنا دي بتلمكم هاي بتلمنا يعني اللمه دي بيكون فيها برضه نقاش وكذا ولا لما العيد بس والله يا اخي النقاشات بدت يعني لاعبين 200 و... وين وكذا يعني حتى اخونا مرتضى العاطي بيجينا المحيط يعني ما معزين بيلاعبين كنا ما معزين بي ايوه مازين بيصحوا مباراه كيف يلعبوا كيف انه هنا على حسب الخبرات اللي عندنا البسيطه دي بنديه انه الاشياء اللي عندنا عشان يقدر يوفق ان شاء الله باذن الله وينجح وبيتقبلوا انا بيتقبلوا يعني حتى كل اللي هنا بنديه احنا النصائح بكل مباراه انه يعمل كده وكده 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 طيب يا عاطف انت يعني السنه الجايه او نهايه الموسم مفكوكه اعتقد نعم فكرت الحته دي الان بتفكر هترجع لصبري طبعا والله يا اخي الحاجه دي انا كان بديت افكر فيها مثلا ممكن تدشين بي آه باقي الدوري يعني كده هناك لا متروكه طبعا الزمن ان شاء الله آه. لكن برضه حترجع لصبري هذا حياه اكيد يعني كان هو هذا حياه اكيد طبعا النهايه واحد بيرجع نشاور معاهم نشاور ان شاء الله وجمال الان موجود ولا؟ موجود برضه بيدخل معاك ولا عشان بعيد شوي من الكوره؟ لا 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 لازم يكون عنده راي برضه يعني لازم يكون عنده كلمة في آه عنده راي يعني في راي في المشورة يعني في قدمها يا سامي في العيد برنامجكم كيف؟ يعني غير الكورة والله يا أخي العيد أكثر شيء نحن بنكون بنمشي لها أكثر شيء نحن أغلبية الموسم بنكون من الولاية هي الولاية حتى ومعسكرين طبعا علاقاتنا مع هن بتكون مقطوعة صح صح يلا بنلم اللي بنتلم نحن الاخوان طوالي بنكون نصل ارحامنا كلهم يعني دي الفرصة اللي بنلقاها نحن الوحيدة اللي ممكن تقدر تواصل فيها الناس ايوه وانا عرفت ان عندكم مجموعة كبيرة من الشباب اللاعبين اللي هم قلت لكم بالصلة شيء مجموعة كبيرة من اللاعبين عندنا صدام عاصم عبدين لا وتعمنا عمكم اللي انتوا اخذتوا منه الحاجات دي كلها عمنا ايوه نعم نعم لا عاصم عاصم لاعب المريخ ولاعب النيل ولعب في النيل حصيصه برضه ولعب في الخرطوم الوطني وفي شرف شيبوب الظهير ايسر شرف شيبوب الان في الهلال في الهلال مجموعه كبيره من في صدام صدام الدروشاب ايوه بيلعب في عطر في شندي في اهلي شندي اهلي شندي في انور كباشي انور كباشي المورده مرغني كنيد برضه مرغني كنيد والدي نميري والله ما شاء الله يعني صديق العمده صديق العمده الله يرحمه معناه انا لازم الفتره الجايه اعمل لي حلقه يعني لكل الشباب باذن الله للعائله الكبيره ونحن بنحييها ودايرين نسمع واحده من الاغنيات حتتغنين اغنيه مسموعه لا انا والله مصره اغني غناي لسه هناك طالما الناس جاوبت معاه وشايفه همس الشيء انا عجبت الشباب عجبت الشباب لكن ما حد غني لنا اي اغنيه ولا حتى الختام حغني في الختام ان شاء الله لانه باقي لنا اغنيه واحده الختام نشوف لنا حاجه مسموعه الان نسمع حنسمع شنو؟ حنسمع انا مصره اغني خوف اجمل من مسموع صدقني حتعجبك لا حقيقه عجبنا والله ما يعني صراحه يعني شايف الناس كل الاستوديو كله متحرك حتى الاخوه العازفين متحركين اوكي حنسمع خوف هي كلمات عز عبد الله حسين عشت يا ريدين مثالي ليا تحيا وكل سنه وهي بالف خير لحن الطاهر هي تمتم حبشي دمها خفيف كده حتعجبكم ترجمة
فعلا يعني ما في كلام زي ما كل شفتي انت الاستوديو متحرك كيف جميله. نحن كنا نتمنى انه البرنامج يستمر، ولكن شايف الساعه قدامي والزمن شبه انتهى. انا مره ثانيه بحييكم صبري، كل سنه وانت طيب. انت طيب. في الختام يعني بشكركم وبشكر الفرقه الموسيقيه المصاحبه يعني غمة الإبداع والإمتاع. وبشكر الأستاذة إكرام على السانحة الجميلة دي، وأتمنى لكم مزيد من التقدم كل من في الاستديو إن شاء الله. آمين إن شاء الله. آمين. وعاطف كل سنة وأنت طيب، شكرا لك. الله يا أخي شكرا لكم أنتم في الأول، وبجد ما كان حلقة سمحة واحد ما بتمنى كانت تنتهي. أنا ذاتي استمتعت حقيقي. ربنا يديكم العافية وشكرا لكم يا شباب، ومتعتنا شديد، وربنا يوفقك إن شاء الله في مشوارك إن شاء الله. إن شاء الله. سامي كل سنة وأنت طيب، واستمتعنا حقيقة بوجودي معكم. وأنت طيب، وبجد أنا استمتعت شديد، وإن شاء الله نكون يعني
تكون متعنا معنا المشاهدين كلهم يستمتعوا معنا بالحلقة. أكيد. وبقول لكل أصحابي بالذات إبراهيم محمد أحمد في السعودية كل سنة أنت طيب وربنا يوفقك إن شاء الله ومبشر. نعم. كل سنة أنتم طيبين وكل الأهل كل الأغارب كلهم كل سنة أنتم طيبين وإن شاء الله زي ما عايزين كده إن شاء الله. أمين. آمين. وأنا بحييكم كثير صبري وعاطف وسامي وكل أولاد عبد الله المحت الما موجودين معانا صالح وصبري وجمال وكلهم ولعم عبد الله والأسرة وخالد نحن ما ننسى زول منهم زي ما قال صبري وصبري هنا برضو عامل لنا كنترول. أنا بحييكم كلهم وتحية برضو لأنه بيت كلمت عن البيض وكلكم بتحبوا البيض يعني تحية خاصة للخالة عشا وشوشو وكمالة ومحمود عصام محمود وبحييك وشكرا لك كثير وبنسمع أغنية الختام. حنسمع شنو؟ حنسمع سيرة. سيرة خرجت ملعب بسار تفضل نسمع. Thank you.
الحب.